لأنه بكرة ليلة عرسي. ولمعلوماتكم أنا هلأ ما عدت سمير القديم هداك اللي بيحاول يطالع مصاري من شغلات صغيرة وتافهة، لأنه الزواج مسؤولية كبيرة ولازم كون قدها. يعني أنت؟ أنا ما رح أشتغل معكم أبدا. يعني حلوة أنمسك بهيك شغلة؟ خدون لك. وقف. شو قصتك سمير؟ سمير اسمعني، اسمعني بس مرة. سمير سمير بترجاك خليك معي دقيقة. أنت ما دخلك، بس على اللي فيك تساعدنا. أنت خلي الوراق عندك ونحن منجي مناخدهم منك بعدين. يلا سمير. ولعلمك الحارس تبع الكلية شافنا طالعين منا، صدقني رح نتورط ورطة كبيرة إذا بيضلوا معنا. يلا سمير لا تخزلنا. ليك سمير كرمال الصداقة. لو سمحت. لو سمحت. من لو سمحت مشاننا. يلا مشاننا. سمير بس هالمرة خلص رح ضبهم. بس بشرط. ايه ايه قول. ولا واحد منكم بيجي لهون بياخد الوراق، انا بروح لعندكم وبعطيكم اياهم. هذا هو شرطي. موافق؟ ماشي ماشي, ماشي. موافقين. روحوا. شكرا لك. يلا سلام. صباح على خير. شو هالناس عن جد ما بيفهموا ابدا. انا بكره رح صير صهر عيله كتير غنيه. اغبية. لا تعصب يا سمير، بس حلمك انك تصير رجال غني رح يضل حلم دايما، حتى لأمك رح يضل حلم. يا عيني بكره هو يوم عرسك وانت رح تنخزى وتتبهدل اكيد اذا انا قررت احكي او اقول كل شي بعرفه، وخاصة قدام كل العيلة. سيد براتاب اكيد رح يدرى انه صهره المستقبلي بيشتغل حرامي لحتى يجمع شوية مصاري، والسيد براتاب طبعا ما رح يرضى ابدا انه هو يزوج بنته لواحد بيشتغل حرامي. سلفتي انديرا لا تزعلي ابنه، بس عيلتك الغالية انفضحت وانتهى امره. زانكو هاتي الورد لهون. يلا اكيد لازم يلا بسرعة بسرعة شوي. اهلا وسهلا. عجلوا شوي عجلوا. لا تسهروا جاهزين، وبدنا نرحب فيهم بطريقتنا الخاصة. وهي شو اخي؟ نحن ما رح نرحمكم ابدا. اوعكم ترحمونا ابدا، نحن جاهزين للذبح مو صح؟ اخي بس اليوم انت مضطر كرمالي. طيب بس حطي شوي صغيرة. بس اليوم كرمالي. ها